ومن مسائل الصوم أن مباشرة المرأة وتقبيلها في وقت الصيام لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يفعله مع زوجاته، ولكن متى؟ إذا كان الإنسان قادرا على أن يحفظ نفسه، وإذا كان قادرا على ألا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الجماع، أو هو يظن ويعتقد أنه لا يمكن أن ينزل منه مني، فإن كان يخشى من أن يقع في الجماع أو يخشى من أن ينزل منه مني فإنه يحرم عليه التقبيل وتحرم عليه المباشرة. أما إذا كان يملك نفسه كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك.